مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج جراند وبراند. مثل ما عودناكم بكل حلقه رح ينضم لنا مجموعه من المشتركين هن بالاصل متسوقين بجرانديوس. خليكم معنا لنبدا باول تحدي. داش كاش، قديش انت سريع؟ قديش انك ممكن تحصل معنا اليوم على فاوتشر بقيمة 500 درهم من جرانديوس؟ انضمت لأنا متسوقة وحبت انها تشارك اليوم بهالتحدي، كيفك؟ مرحبا، هلا شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. عرفينا عن حالك. اسمي ألفا من تونس. أهلا وسهلا فيك يا ألفا. أكثر. ألفا، قبل ما نبدأ التحدي اليوم، خلينا هيك شوي يعني نتحمس. أنت قديشك عندك خبرة بالماركت؟ يعني بتنزلي كتير ولا قليل؟ والله يعني مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات في الأسبوع. مرتين ثلاثة، عدد كافي. طب سريعة؟ هي سرعة؟ طبعاً. يعني بنزل بساعتين ثلاثة ولا ممكن نص ساعة ونجيب كل الأغراض اللي بدنا إياها؟ يعني على حسب. على حسب. اليوم حدينا حتتسوقي بس بدقيقة واحدة. شوي صعبة. بنحاول. بنحاول بس إن شاء الله يكون نحن قدها. إن شاء الله. مطلوب منك يا ألفا أنك تتسوقي ثلاث منتجات أو تجيبي ثلاث منتجات خلال دقيقة واحدة بس هالثلاث منتجات محددين، يعني ما فينا نجيب شو ما بدنا. فلك نحن حددنا الدقيقة. هالثلاث منتجات موجودين، إذا جبتيهم على الوقت ومزبوطين وعددهم ثلاثة تربحي معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم. إن شاء الله. إن شاء الله. مقدمة من جرانديوس، فالربح حلو والمبلغ حلو. اعتماد عليكي بقى. ان شاء الله. على السرعه، الناس احنا سريعين، الناس احنا عم نربح. طيب رح افتح الانفلوب وشوف شو مطلوب منك انك تجيبي من الماركت. طيب مطلوب منك يا ألفا ثلاث مواد غذائيه غنيه بفيتامين بي 6. صعب. بي 6 انه انا بدي اجيب لي اياها مثلا. امرك لله. اوكي اوكي اوكي. جاهزه؟ جاهزه. متحمس؟ اوكي. خلينا ننطلق. وصلت ألفا، شو جبتي لنا؟ جبت كبد الدجاج. اوكي، كبد الدجاج. لحمه وفيش. اوه، هي حطوا لك اياها. طيب، برافو، حلو كثير. شو برايك هدول المواد فيهم بي 6 او لا؟ اكيد فيهم بي 6. طيب، رح اقول لك يا ألفا، المواد اللي انت جبتيها، المواد الغذائيه غنيه ببي 6. هلا طبعا هو مو اللحم، هو كبد الـ كبد الـ كبد البقر، وعندنا الدجاج، وعندنا السمك. طبعا يمكن ما لقيتي كبد بس محسوبه، ما حروح لك اياها بعد هالتعب بعد ما ضبيتي السمكه ومدري شو. بس والله شكل السمكه ظريفه. ظريفه ظريفه على العشاء. ظريفه هيك بربربه بيسموها. طيب ألفا، بدي اقول لك مبروك، ربحتي معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم مقدمة من سلسلة متاجر جرانديوس. لأنه المواد اللي جبتيهم صح، جيتي على الوقت وجبتي ثلاث مواد غذائية. كمان بدي أضيف لك معلومات إنه الفول والحمص كمان بيحتوى على بي 6. بس تعذبتي حالك وجبتي نوت. شكرا لك وشكرا لمشاركتك معنا بتحدي داش كاش، نحن كثير انبسطنا وان شاء الله يكون انت كمان انبسطتي وغيرتي جو، هيك كسرتي روتين التسوق. اتشكرك ألفا وفيكي تكملي تسوق. شكرا كثير. انضم لنا متسوق من جرانديوس،
حاب انه يشارك معنا اليوم بهالتحدي ويختبر سرعته ومعلوماته بالمواد الغذائيه. كيفك؟ يا اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. عرفنا عن حالك. انا اسمي رشيد من سوريا. اهلا وسهلا فيك رشيد. شفناكم بالصدفه هون، فشو الموضوع؟ حبيت انه تشارك اليوم. إيه؟ طيب يا رشيد، تحدينا اللي انت حبيت انك تشارك فيه اسمه داشكاش. اوكي. بطلب منك انك تجيب 3 مواد غذائيه خلال دقيقه واحده بس. 3 دقيقة واحدة بس، مو على التعيين. اوكي، يعني محددين. اوكي، فقل انت ومعلوماتك بقى وخبرتك وسرعتك. سهلية انت، ما تصعبية. رح حاول. اوكي، بس الظروف هي فيها المواد الغذائية وانا بسحب لها على التعيين. اوكي، جاهز؟ اسمعك دقيقة واحدة. جاهز. والربح 500 درهم خلص، جبتهم على الوقت. بجيبهم 50 ثانية. اوه 50 ثانية هو بصيروا 1000 درهم. عم يتحدى الوقت هلا ليجيبهم ب 50 ثانية، قد الكلمة؟ يعني خلينا نشوف. طيب تفضل. افتح الانفلوب وشوف شو مطلوب منك انك تجيب. مطلوب منك يا رشيد انك تجيب 3 مواد غذائية غنية بفيتامين اي. اي اوكي. عندك خبرة بالمواد الغذائية الغنية بفيتامين اي؟ يعني دي سي بس اي مش كثير. اي مش كثير. نجمع شوي. نجمع معلوماتنا. هعطيك ثواني انك تفكر. جاهز؟ خلصنا؟ جاهز. هلا خلينا نبدا التحدي. يلا. رشيد يا رشيد، شو جبت لنا؟ مواد غنية بفيتامين اي يا رشيد. جبت بروكلي، مانجا. حلو، بروكلي ومانجا. بس انت جبت ثنتين، الثالثة ما قدرت. هو صعب شوي. طيب البروكلي مزبوط غنية بفيتامين اي، وعندنا المانجا كمان غنية بفيتامين اي. اوكي. رشيد شو بدي اقول لك؟ احنا عندنا 3 مواد غذائية كان مزبوط؟ ايوه. طيب عادي. بس انت جيت على الوقت وجبت ثنتين مضبوطين والثالثة ناقصة. ضاعت مني. هو كان فيك تجيب مثلا عنا زيت اللوز، عنا الزيتون، عنا بذور عباد الشمس، عنا المشمش غني فيتامين اي، عنا الاسماك القواقع البحرية بيسموها، عنا الاخطبوط كمان، الجمبري غني بفيتامين اي، كثير عنا من المواد الغذائية غنية بفيتامين اي، اللي هي كمان الفيتامين اي فوائده كثير معروفة، انه هو مضاد الاكسدة بالجسم، بيحمي خلايا الجسم من اي اضطرابات او اي خلل، وبيحافظ عليها تضل، وهي خلايا الجسم هي اللي عم تحافظ لنا على جسمنا. هارد لك نكست تايم، وبدي اتشكرك. اهلا وسهلا فيك. واتشكر مشاركتك معنا. تسلم، الله يخليك. شكرا لك. داش كاش. يعطيك العافية. شكرا كثير لك. شكرا لك. يعطيك العافية. سلام. القلب على القلب، نحن دائما بنحب انه نجمع قلبين مع بعض، واليوم مشتركينا حبوا انه يكونوا معنا اليوم بالتحدي. كيفكم؟ تمام الحمد لله. شو اخباركم؟ تمام، رمضان كريم. الحمد لله. علينا وعليكم يا رب. شو الصله اللي بتربطكم؟ رفقات مثل الاخوه. رفقات، قديش لكم تقريبا مع بعض؟ 9 سنين بس. بس 9 سنين كثير قليل صراحه. 9 سنين. طيب معناها ان شاء الله الربح مضمون اليوم. ان شاء الله. رح احكي لكم شوي، قبل ما احكي لكم خليني اتعرف على اسمائكم. عبد السلام. محمود. ومحمود. محمود حسام. طيب رح احكي لكم شوي على تحدي القلب على القلب. مطلوب من واحد فيكم انه يجيب منتج صديقه بحبه. تمام. فاكيد بتعرف. اي يعني اكيد مليون بالمية، مو 100%. اكثر من شهري. طيب بس معكم دقيقة واحدة بس لتجيبوا هالمنتج.
اذا جبتوه على الوقت تربحوا معنا فاوتشر بقيمه 500 درهم. واو. واذا ما جبتوه على الوقت او كان غلط ما بيحبه انت او هو بتصير الفاوتشر. اوكي. جاهزين؟ جاهزين. نبدا التحدي؟ تم. مين حيروح؟ انا. انت؟ يلا خلينا نبدا التحدي. السلام، انت بالعاده شو بتحب اكثر شيء؟ بحب نشرب قهوه انا وصحباتي، على طول نشرب قهوه، بنحب نعمل اكلنا سوا، حلو، نتدرس سوا، كل هالشغلات. يعني كمنتجات بتحبها بتحب القهوه اكثر؟ طبعا اكيد، يعني قهوه ومرق اكيد، قهوه على الصبح وقهوه المساء لازم لازم أكيد. طيب القهوه، طيب برايك شو ممكن حيجيب لك محمود قهوه ولا ممكن يجيب لك شيء ثاني؟ يعني شاكك بمعرفته فيك؟ هو بيعرفني كثير منيح. وصل محمود، كنا عم نحكي عليك. اوكي. بس حكينا حكي. غير شكل ها؟ ما خلى شيء. ما خلى شيء، يعني طلع كل شيء. طلع كل شيء. بتسع سنين وهلا. بتسع سنين لهلا. ما شاء الله ما بيقصر. يعطيك العافية. الله يعافيكي. وصلت على الوقت؟ على الوقت تمام. هي أول شغلة، وشو جبت لنا؟ أنا بتذكر قال لي إنه ما بيحب القهوة كثير، أنا بعرف إنه هو بيحب القهوة. فاليوم ما عنده قهوة، جبت له قهوة. اليوم ما عنده قهوة بيشرب. بعد الإفطار. بعد الإفطار. بعد الإفطار نشرب قهوة. طيب. بعد الإفطار. القهوة. لنا هلا. مظبوط، كنا أنا وعبد عم ندردش شوي، وقال لي إنه هو بيحب القهوة كثير، يعني بفضلها دائما يشربها وهيك. فبرافو عليك. أكيد. أكيد حتعرفه يعني. أكيد. صح طبعًا. أكيد طبعًا. أكيد. طيب بدي أقول لكم مبروك، ربحتوا معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم. ما شاء الله. مقدمة من سلسلة متاجر جرانديوس. شكرا. وفيكم تشتروا فيها قهوة. ولبتكم يوم. شكرا لوقتك. من الماركت. شكرا. وبدي اشكركم على مشاركتكم. شكرا لكم يا التحدي، وانتم اعطيتونا جزء من وقتكم. بالعكس، التحدي كان ممتع كثير، تعبناك معنا. لا لا ابدا ابدا. طيب شكرا لكم، يعطيك الف عافيه. باي باي. تحدي قدر وسعر لليوم، وصلنا لهالتحدي. حاب انه مشترك جديد يشترك معنا ويشوف قديش هو عنده خبره بالاسعار والتسوق بالماركت. خلونا نرحب فيه. اول شيء كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ ماشي الحال. عرفنا عن حالك. انا احمد منهل من سوريا، عمري 25 سنه، بشتغل مجال التصوير. حلو. تحدينا كثير سهل وبسيط، المطلوب منك انك تتسوق خلال دقيقه واحده بس. تمام. هذا جزء من التحدي. اوكي. بس لسه في جزء ثاني، هون بقى بده شويه جهد عقلي. حاضرين. بعد ما تجيب الاغراض بعد دقيقه، بطلب منك انك تقدر قيمه هالمنتجات. تمام. اذا كان تقديرك صح بعد ما انا اعمل سكان، تربح معنا فاوتشر بقيمه 500 درهم. واذا كان تقديرك غلط، بتروح الفاوتشر. فانت يا بتربح حالك يا بتخسر حالك. طيب جاهز نبدا التحدي؟ جاهز. اكيد جاهزين. عزم. معنا دقيقه واحده، بدنا عزم، بدنا سرعة، وبدنا انطلاق. يلا. احمد، خلينا نشوف يا احمد شو جايب لنا اكلات طيبه. ها جايب بطيخ. بطيخ والله شكلها ظريفه وطيبه. اول شيء بدي اقول لك انك وصلت على الوقت، يعني طبعا. هي اول نقطه نحن كتبناها. تمام. هون بقى المرحله الثانيه. يلا. هون الجهد العقلي. يلا. شوف خبرتك بقى، برايك قديش قيمه هالمنتجات اللي انت سوقتها؟ تقريبا 200 درهم. 200 درهم نهائي؟ ما بنبدل ما بنعدل؟ لا لا. هنشوف. احمد قال انه قيمه هالمنتجات 200 درهم. مشاهدينا، انا عم بعمل سكان، بحط الاغراض هون، وانتم كمان بالبيت شوفوا اذا كان يعني تقريبا تقديركم قريب لتقدير احمد او لا، او مين رح يربح فيكم يا احمد يا انت. طيب رح نبدا.
احمد طيب يا احمد قيمة المنتجات اللي طلعت عندي على السكرين 200 ودرهمين، بدي اقول لك مبروك، ربحت معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم مقدمة من سلسلة متاجر جرانديوس. كانت القيمة 100%، صح؟ كان يعني زيادة درهمين، هاي ما بتفرق. برافو عليك، تخمينك كان صحيح والمنتجات كان حقها مظبوط. مشاهدينا ما بعرف قديش حطيتوا المبلغ اللي حاطينه، بس يا طلع قريب يا اكثر يا اقل، يعني شوي قريب. بركي حبيتوا تشاركوا معنا بالتحدي. بدي اتشكرك احمد، شكرا لك كثير، وبدي اتشكر وجودك معنا بتحدي قد انا كثير بتشكرك، وكان تجربه حلوه معكم. نحن اكثر كان تجربه بالنسبه لنا، نحن كثير بننبسط لما حدا بيربح وما بيخسر، وان شاء الله بنشوفك بتحديات جديده وبضل رابح ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا لك. انضمت لنا مشتركه جديده بتحدي قدر وسعر، هي بالاصل متسوقه بجرانديوس، حبت انها تشارك اليوم معنا بهالتحدي. كيفك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ لا بس الحمد لله. الحمد لله. عرفينا عن حالك. بسمة من الجزائر، هذه أول مرة أجي هنا للسوبر ماركت هذه، وما شاء الله يعني المنتجات باينة جودة عالية، عشان كده أنا حبيت أجي لهنا. طيب إن شاء الله اليوم يكون أول يوم لألك ويوم خير إن شاء الله، ما يكون آخر يوم إن شاء الله. أكيد أول يوم يكون هو يوم يعني حلو إن شاء الله، وتتذكر دائما جرانديوس أنك ربحتي معهم فاوتشر، إن شاء الله تكوني اليوم من المحظوظين. بتحدي قدر وسعر، مطلوب منك انك تتسوقي بس خلال دقيقه واحده بس. اوكي ان شاء الله. هون بقى التحدي شوي صعب. اوكي بس حنقدر له. هذا جزء من التحدي، اما الجزء الثاني رح تجي لعندي على الكاشير وتقدري قيمه المنتجات يلي انت جبتيها من الماركت ان شاء الله. اذا كان تقديرك صح بتربحي معنا فاوتشر بقيمه 500 درهم. اوه ما شاء الله. حلو. حلو. واذا كان غلط بيضيع الفاوتشر. ما في مشكلة، تكون بالنسبة لي تجربة إن شاء الله، حتكون تجربة منيحة إن شاء الله، حلوة لك. حضر 500 إن شاء الله. أكيد شاء الله. بدنا تركيز بالتقدير الأسعار وبدنا سرعة بالوقت إن شاء الله مشان ما نخسر التحدي إن شاء الله. جاهزة؟ جاهزة. مستعدة؟ أيوة. حماس؟ حماس. لح قلك خلينا نبدأ التحدي. بسمة خلينا نشوف يا بسمة شو جبتي لنا. ايوه حساعدك انا، جي شوية اغراض. ايوه مكسرات للاكفار. اول شيء انت وصلتي على الوقت، لو ما وصلتي على الوقت كنت خبرتك. اوكي بس انت على الوقت، خلصوا الاغراض. طيب بسمة برايك قديش قيمة هالمنتجات اللي انت سوقتيها من جرانديوس؟ يعني تكون على 200 210 هيك يعني. بدنا نحدد رقم. على 220. 220. اوكي. طيب خلينا نشوف اذا كان تقديرك صح او لا. ان شاء الله اليوم يكون تقديرك مظبوط، تربحي معنا الفاوتشر ان شاء الله. طيب يا بسمة 220 قلتيني مظبوط. طيب المبلغ اللي طلع عندي على السكرين، اوكي شو بتقولي؟ ربحنا ولا خسرنا؟ ان شاء الله نكون ربحت. رح اقول لك مبروك. المبلغ اللي طالع عندي على السكرين 225 درهم. أوكي. يعني زيادة 5 دراهم بس. مبروك عليك الفاوتشر. ربحتي معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم مقدمة من سلسلة متاجر جرانديوس. شكرا كثير لك، مبروك عليك الفاوتشر. الله يسلمك. الاغراض اليوم على حساب جرانديوس. ايه بنتسوق قد ما بدنا وايمتى ما بدنا، واكيد من اي فرع من افرع جرانديوس ما شاء الله هون يعني موجودين بالامارات العربيه المتحده. بدي اتشكرك بسمة. شكرا. وبدي اتشكر مشاركتك معنا بتحدي. بارك الله فيك وشكرا لكم وبارك الله فيكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا حبيبتي. ان شاء الله. شكرا لك. مع السلامه. شكرا.
وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. اتمنى انكم تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا بهالحلقة وكنا خفاف على قلبكم. مشاهدينا ما تنسونا بحلقة جديدة، حنشوفكم بنفس الموعد، مشتركين جداد، تحديات جديدة. سلازم ودعكم وقلكم باي باي.